لدى استقبال سمو أهل وفد تجاري تايلاندي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد نماء مستمرا يعكس رغبة البلدين في الوصول بمستويات التعاون إلى أفاق تلبي تطلعات البلدين. وشدد سموه على أهمية تعزيز سبل الاستفادة من المستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في بناء مزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم وفدا تجاريا تايلانديا يتقدمهم السيد تانيت ناسونخلا سفير مملكة تايلاند الصديقة المعتمد لدى البحرين، حيث قدموا لسموه عرضا عن أبرز الشركات الاستثمارية التايلاندية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية وبخاصة في قطاع العلاج والرعاية الطبية والصحية. وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وحرصهما المتبادل على فتح مجالات جديدة للتعاون تخدم المصالح المشتركة. ونوه سموه إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي تسهم في تنمية وتيرة النمو في البلدين الصديقين، لا سيما وأنه يجمعهما تاريخ طويل من التفاهم والتنسيق المشترك، ولديهما من المقومات ما يمثل عنصر جذب للاستثمارات المتبادلة. وأثنى سموه على ما تشهده مملكة تايلاند الصديقة من تطور في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال بالبلدين لما لها من دور محوري في تعزيز روابط التعاون الثنائي المتميز بين البلدين. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد التايلندي عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه لمختلف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدين أنه بفضل اهتمام سموه ومساعيه المتواصلة وصلت العلاقات البحرينية التايلندية إلى أعلى المستويات، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة مع مملكة البحرين والاستفادة مما تقدمه من تسهيلات وبيئة جاذبة للاستثمار، مشيدين بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في مختلف المجالات.